بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه كثيرا، وصل وسلم عليه مزيدا، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن أتباع ملته. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، ونسألك اللهم التوفيق لما تحب وترضى. وكما بلغتنا يا ربي شعبان ورجب فبلغنا رمضان بقدرتك. المفترض أن نستمر في سلسلة الدروس التي كنا قد بدأناها في تفسير سور جزء عما، وانتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة النبأ وسورة النازعات وسورة عبسة. كان المفترض بحسب الجدول أن ندخل اليوم في تفسير سورة التكوير، لكنني ارتأيت وقد انتصف شهر شعبان أن نتحدث قليلا عن واجب الضيافة لهذا الضيف الكريم الذي ننتظره بشوق ولهفة. وما من مؤمن ولا مؤمنة على وجه الأرض اليوم إلا كلهم يقول اللهم كما بلغتنا شعبان فبلغنا رمضان. هذا الضيف العزيز الذي لا يزداد الواحد منا على توالي السنوات إلا شوقاً إليه وحباً له، نشتاق إليه ونتلهف للقياه، حتى وإن كان الواحد منا قد صام 40 سنة أو 50 سنة، إلا أنه لا يزال مشتاقاً لحلول هذا الموسم المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى محطة لمغفرة الذنوب وحط الخطايا ورفعة الدرجات. لو لم يكن من رمضان إلا أنه يدخله كثير من الناس ويخرجون منه وقد حطوا رحالهم في الجنة لكفى. قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لذلك ناسب الحقيقة أن نتحدث عن فضيلة هذا الشهر الكريم، وكيف يمكن أن نستقبله، وما الذي ينبغي أن يكون قبل هذا الشهر المبارك. كثيرون من الناس الحقيقة لا يستعدون لرمضان إلا متأخرين، ولذلك يفوتهم الكثير، ولا أبرئ نفسي من هؤلاء الكثير. بقدر عظم هذا الضيف في نفوسنا ينبغي أن يكون استعدادنا للقاء هذا الضيف المبارك. رمضان ليس كسائر ال 11 شهر التي تمر علينا أبداً، هو مختلف عنها تماماً، مختلف في الزمان، مختلف في الفضل، مختلف في الخصوصية. اختاره الله سبحانه وتعالى من بين سائر الشهور، نظر الله عز وجل إلى المحرم وصفر وربيع وجمال، نظر إلى كل الشهور فاختار رمضان من بين هذه الشهور ليكون هذا الشهر هو المميز بأن يكون محلاً لنزول القرآن الكريم. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن اختاره الله عز وجل ليكون هو الظرف الزماني الذي يتنزل فيه القرآن، أعظم كلام، كلام الله عز وجل أذن الله بتنزله في رمضان. واختص الله عز وجل رمضان بعبادة هي ركن من أركان الإسلام، وهي عبادة الصيام. على سبيل المثال، الحج
مجموعه 5 أيام، يعني المدة التي يستهلك فيها الحاج من حين أن يطوف طواف القدوم إلى أن يطوف طواف الوداع تقريبا 5 أيام. لكن العبادة التي يعيشها الإنسان شهرا كاملا بأيامه وبلياليه هو عبادة الصيام، وهي المختصة برمضان، خصها الله تعالى في العشر الأواخر منه بليلة عبادتها أفضل من عبادة 1000 شهر. إذن كلنا متفقون على أن هذا الشهر هو من أكرم الشهور عند الله سبحانه وتعالى، وفيه ليلة هي أكرم ليلة عند الله سبحانه وتعالى، وأنزل فيه كتابا هو أعظم كتب الله جل وعلا، مع أن بعض أهل العلم يقولون إن كل الكتب السماوية المنزلة نزلت في رمضان، القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى كلها نزلت في رمضان. إذن هذا الشهر الكريم له خصوصية دون بقية الشهور. لماذا أنا أطلت في ذكر هذه الخصوصية؟ لأنه بمقدار ما نعرف للشهر من خصوصية يكون استعدادنا لاستقباله. 30 يوما مفعمة وممتلئة بالعمل، نهار رمضان صيام وذكر وصلاة وقراءة قرآن، وليل رمضان سهر في الطاعة وصلاة وقراءة قرآن. عليه لا بد أن تكون هذه النفوس مشحونة بالشوق والمحبة واللهفة لهذا الشهر الكريم. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان سلف الأمة الصالحين إذا دخل شعبان يستقبلونه بأمرين اثنين: الأول كثرة الصيام في شعبان، والأمر الثاني كثرة قراءة القرآن. لماذا؟ لأننا نتهيأ للدخول إلى رمضان، والشرع جعل بين يدي رمضان، يعني قبل رمضان، جعل موسماً وهو شهر رجب، هذا من الأشهر الحرم. حتى العرب في الجاهلية كانوا يتقون فيه المحارم ويضعون فيه السلاح، ويرى الرجل قاتل أبيه يطوف بالكعبة لا يمسه بسوء. هذه من رجب من الأشهر الحرم التي كان العرب حتى في الجاهلية يعظمونها. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذه 4 الحرم 3 سرد وواحد فرد. 3 السرد هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والواحد الفرد هو رجب. إذا رجب قبل رمضان شهر حرام يتقي فيه الإنسان المحارم. طبعا الإنسان مطالب بأن يتقي الله ويبتعد عن الحرام في كل الشهور، لكن تزداد التقوى في رجب. فإذا انتهى رجب يأتي شهر هو المحطة الفاصلة بين رجب ورمضان. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر شعبان، ولما سئل عن صيامه قال: ذلك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فكان يصومه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما السلف فكانوا يقرؤون القرآن ويفتحون المصاحف في هذا الشهر، ويكثرون من قراءة القرآن كالاستعداد لشهر رمضان، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن بامتياز، شهر يشتغل فيه الناس بقراءة القرآن صباح مساء. فكان الرعيل الأول والسلف الصالحين لا يبدأون بكل هذا الجهد في رمضان، وإنما يستثمرون حتى شعبان، لأن هذه التهيئة والتنشيط يجعل الإنسان إذا دخل رمضان مستعداً لقراءة المزيد. نحن نستغرب حين نعرف مثلاً أن بعض الصحابة كانوا يختمون القرآن في 3 أيام، وبعضهم يختمه في 2 يوم، وبعضهم يختمه في رمضان في كل يوم مرة. نستغرب هذا ولا نستطيع أحياناً أن نستوعبه. لماذا؟ لأننا لم نهيئ نفسنا عليه. أما هم رضي الله عنهم
ورحمهم، فكانوا يستغلون أكثر ساعات اليوم وأكثر ساعات الليل في قراءة القرآن، فكان الواحد منهم يستطيع أن يقرأ القرآن في كل 3 أيام أو في كل 5 أيام، وبعضهم بلغ به النشاط أن يقرأ القرآن كل يوم مرة. إذن نحن بين يدي موسم كريم وبين يدي فرصة عظيمة يغفر الله عز وجل فيها الزلات ويمحو عن الخطايا ويرفع الدرجات. قال عليه الصلاة والسلام: وقد صعد درجات المنبر ذات مرة، قال: آمين آمين آمين. فسأله الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل آنفا فقال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له، أي خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له. لماذا دعا جبريل وأمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن من فاتته فرصة رمضان فاتته الفرصة الكبيرة والمنحة العظيمة التي لا ينبغي أن تفوته أبدا. حين يكون موسم تجارة رابحة ويدخل الإنسان السوق وكل الناس يربحون ويخسر هو، فإن العلة ليست في السوق وإنما العلة في هذا الإنسان. العيب ليس في السوق ولا في البضاعة، وإنما العيب في هذا الذي لم يحسن أن يتاجر في هذا الموسم الذي ربح فيه كل الناس. رمضان موسم يربح فيه كل أحد. لو استعرضنا هذا الموسم سنجد أنه مبارك من أوله إلى آخره. يكون مثلا أول ما يبدأ الإنسان في رمضان هو أن يتسحر حتى يستعد لصيام اليوم. هذا السحور قال عليه الصلاة والسلام فيه: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. قال أهل العلم: وبركة السحور من عدة جهات. أولا أنه اتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومخالفة لصيام أهل الكتاب، ونحن الأصل أننا نخالف أهل الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل يعني فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن بركات السحور أن الإنسان يتقوى به. إذن الشريعة لم تقصد أن تعذبك بالجوع والعطش، وإنما سهلت لك فجعلت طعاما تستعين به على جزء من هذا اليوم. ومن بركات السحور كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فالسنة في السحور أن نؤخره إلى آخر وقت ممكن، وكلما أخرت الأمة السحور إلى آخر وقت كلما كان هذا دليل خيرية الأمة. ومن بركات السحور التي ذكرها أهل العلم أن الإنسان يستيقظ في هذا الوقت الفاضل. السحور يكون آخر شيء، إذن سيوافق الثلث الأخير من الليل. ما خصوصية الثلث الأخير من الليل؟ قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فمن بركات السحور أن الإنسان يوافق الوقت الفضيل الذي تستجاب فيه الدعوات وتكفر فيه السيئات وتقضى فيه الحوائج. قال المفسرون في تفسير قوله تعالى لما جاء إخوة يوسف وقالوا لأبيهم يعقوب: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال: سوف أستغفر لكم ربي. المفسرين قالوا: لماذا لم يقل اللهم اغفر لهم؟ لماذا أجلهم؟ قال المفسرون: أخرهم ليدعو لهم في وقت السحر، لأن وقت السحر هو الذي تقضى فيه الحاجات. إذا أصابك هم أو غم أو أردت من الله حاجة فارفع دعاءك في وقت السحر، في آخر وقت الليل،
غالبا لا ترد هذه الأدعية التي تكون في هذا الوقت. إذن من بركات السحور في رمضان موافقة الثلث الأخير من الليل، حيث تغفر الزلات وتكفر السيئات وترفع الدرجات وتجاب من الله سبحانه وتعالى الدعوات. وليست هذه آخر بركات رمضان، بل يؤذن الفجر فيمسك الإنسان عن الطعام والشراب، فيقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني الله سبحانه وتعالى بيّن جزاءات الأعمال إلا الصوم، فجعل جزاء الصوم مثل ما نسميه نحن بلغة العصر شيك مفتوح. جعل جزاء الصوم كما قال الله تعالى في سورة السجدة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن لم يخبرنا عن الجزاء، وإنما أخبرنا عن المجازي وهو الله سبحانه وتعالى. كأن الله يقول: الصوم سأعطي عليه عطاء خاصا، عطاء ملك الملوك، عطاء أكرم الواهبين جل جلاله. إذن بمجرد ما يؤذن الفجر يمسك الإنسان عن الطعام والشراب، يدخل في سلك الصائمين، فتحسب له الدقائق والثواني في ميزان حسناته التي أمسك فيها عن الطعام وامتنع عن الشراب وامتنع عن الشهوة، وأمسك أيضا جوارحه عن الإثم والعدوان، فيكتب الله عز وجل، يثبت الله له الدقائق والثواني وأجزاء الوقت. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله عز وجل فرض عليه الصيام، وإيمانا بأن الله أوجب عليه ويجب أن يطيع، وهذا هو حال العبد، حال العبد مع الله أن يقول سمعنا وأطعنا. أما احتسابا أي هو يحتسب جوعه وعطشه وتعبه عند الله سبحانه وتعالى، ولا يضيع الله عز وجل أجر العاملين. ثم إذا اشتغل الإنسان في رمضان بالذكر، أضاف إلى فضيلة الصيام عبادة هي من أعظم العبادات، أعظم العبادات والقربات عند الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد هي عبادة الذكر، هي عبادة الذكر. ومن حقك أيها السائل، ومن حقك أيتها السائلة، أن تقول: أليست الصلاة هي أفضل العبادات بعد الشهادتين؟ لذلك جعلها الله سبحانه وتعالى ثانية الأركان. بلى، لكن الصلاة في حقيقتها ذكر، بل كل العبادات في حقيقتها ذكر. والدليل أن الله تعالى قال لموسى: وأقم الصلاة لذكري. العبادات كلها سواء كانت صلاة أو حج أو حتى صيام، مدارها إلى الذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقال في الصلاة: وأقم الصلاة لذكري. طيب، هل الصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب هل هو عبادة ذكر؟ هو عبادة ذكر، لأنه ذكر القلب. الذكر يكون إما باللسان وإما بالقلب وإما بالجوارح وإما يكون بمجموعها جميعا. ذكر القلب أعظم درجات الذكر، ولذلك ذكر اللسان يكون في أعلى الدرجات إذا اتفق مع ذكر القلب. فالصائم إذن يقيم ذكر الله تبارك وتعالى ويقيم طاعة الله وعبادة الله، وذكر الجوارح امتثالها. فإذا أضاف الإنسان الذكر حال صومه
أتى بأعلى العبادات. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله تعالى: ولذكر الله أكبر. ذكر الله أكبر من كل شيء. والدليل قول الله، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. يعني النبي يقول للصحابة: ألا أدلكم على خير أعمالكم، أزكاها عند مليككم، أرفعها في درجاتكم، خير لكم من الإنفاق، خير لكم من الجهاد. قالوا بلى يا رسول، دلنا، ما هذا العمل الذي يفوق هذه كلها؟ قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. ذكر الله سبحانه وتعالى يترتب عليه أعظم الأجور. لذلك لا تستغرب أن بعض الصحابة كان يترك صيام النوافل لأن صيام النافلة يضعفه عن قراءة القرآن. فإذا تعارض عندك بين الصيام، أتكلم على النافلة، أما الفرض يجب أن تأتي به، إذا تعارض عندك مثلا صيام الاثنين أو الخميس، إذا كان يضعفك عن قراءة القرآن، وإذا أفطرت تستطيع أن تقرأ جزئين وثلاثة وأربع، فالإفطار أفضل في حقك من الصيام. لماذا؟ لأن عبادة الذكر، لأن عبادة الذكر أفضل العبادات. ولذلك اختص الله رمضان بأن ينزل فيه أعظم كتاب ذكر وهو القرآن. ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، وأكثر ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، بل كان جبريل عليه السلام ينزل فيعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني يعرض القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه على جبريل، وجبريل يستمع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح بينهما مدارسة للقرآن. طيب، إذا كان الإنسان صائما وقرأ القرآن، فإنه بعد ذلك تنفتح أساريره للصالحات الأخرى. إذا اجتمع الصيام والقرآن فإن الإنسان ينشط لبقية الطاعات. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث ابن عباس البخاري قال رضي الله تعالى عنه، يعني ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. يعني رسول الله الأصل في حياته أنه جواد كريم، لا يمنع سائلا قط، ولا يدخر شيئا لغد، أكرم الناس عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك، مع كرمه وجوده وعطائه، إلا أن هذا الكرم يزداد في رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون، أجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. قال: فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. الذي نستفيده من الحديث أن الإنسان في رمضان مع الصيام وقراءة القرآن تنطلق يده بالبر والصدقة، فيضيف عملا ثالثا إلى الصيام وقراءة القرآن. وانطلاق اليد دليل على صدق إيمانه، وأنه بدأ يرتفع في مراتب الإيمان. لماذا سميت الصدقة صدقة؟ لأنها تنبئ عن صدق إيمان صاحبها. الإنسان بطبيعته خلق بخيلا شحيحا، وإنه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثاني، ولو كان له ثاني لأراد أن يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إذن الإنسان بطبيعته مجبول على حب المال، وهو ضنين، يعني شحيح
لكن إذا أطلق يده في البر، أطلق يده في الصدقات، فإن هذا يدل على أن رتبة الإيمان عنده عالية جدا، لأنه يعبر عن الإيمان الذي في قلبه يترجمه بالإنفاق والصدقة من يده. لذلك أعظم هذه الأمة إيمانا بعد الأنبياء هو أبو بكر رضي الله عنه، ولم ينفق أحد مثل ما أنفق أبو بكر رضي الله عنه. قال الله في الثناء على أبي بكر: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. كان أبو بكر منفقا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس للإنفاق ذات مرة، فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر. وذهب فقسم ماله نصفين، نصف أبقاه في البيت والنصف الثاني جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يظن أنه سيسبق أبا بكر، فنثر المال في يد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا، قال هذا عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الشطر، يعني تركت لهم نصف مالي والنصف أتصدق به. ثم انتظر عمر حتى جاء أبو بكر، فأبو بكر نثر مالا في حجر رسول الله بين يدي رسول الله، فقال النبي لأبي بكر: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال أبو بكر: أبقيت لهم الله ورسوله. عند ذلك قال عمر: والله لا أسابق أبا بكر إلى خير قط. خلاص انتهى الموضوع، أبو بكر هو السابق. لماذا فاق أبو بكر عمر وعثمان وعلي وفاق الأمة؟ لأنه لما كان أكمل الأمة إيمانا بعد الأنبياء كان أكثر الناس صدقة رضي الله عنه وأرضاه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. بل من بر أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سطر له شهادة عظيمة جدا وهو في اللحظات الأخيرة من الدنيا، والنبي يلتقط الأنفاس الأخيرة، قال: ليس أحد له عندنا يد إلا كافأناه عليها، ما في أحد أعطاني شيء إلا جازيته بمثلها، قال: إلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا لا يكافئه عليها إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من باب المكافأة، الشيء الذي يجد أن يقدمه له في اللحظات الأخيرة بعد أن ضرب على رسول الله ستار سار لا يدخل عليه أحد، قال: سدوا كل خوخة، سدوا كل باب إلا باب أبي بكر، يدخل عليه متى شاء رضي الله عنه وصلى الله وسلم على رسول الله. إذن من بركات رمضان حصول طعام السحور الذي تحصل فيه البركة، ثم إذا أذن الفجر وأمسك الإنسان بدأ عداد الحسنات بالدقائق والثواني وأجزاء الدقائق والثواني يحسب لك هذا الوقت لأنك صمته، سواء جعت أو لم تجع، بما أنك أمسكت عن الطعام والشراب فأنت في عبادة، ولك أن تتصور أنك تبقى 16 ساعة أو 17 ساعة، وفي الدول الإسكندنافية يستمر إلى 18 ساعة بدقائقها وثوانيها وأجزائها، يحسب لك كأنك في عبادة. الصلاة مثلا أطول واحد منا كم سيصلي؟ 2 ساعة 3 ساعات، ثم سيتعب، صلي 5 ساعات سيتعب، لكن الصيام هذا الوقت الممتد لأكثر من 15 ساعة يحسب له عبادة، حتى لو نام في وسطه، ما دام هو ممسك عن الطعام والشراب فإن عداد الحسنات يجري عليه ويأتي بعبادة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل العبادات. أين وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصيام أنه من أجل العبادات؟ قال للصحابي: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. طبعا النبي يتحدث الآن عن صيام النفل، وصيام الفرض من باب أولى، فإنه من أجل العبادات ومن أعظم العبادات التي تباعد الإنسان عن النار عبادة الصيام. قال عليه الصلاة والسلام في عبادة النفل، في صوم النفل: فما بالك بصوم الفرض؟ قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصوم جنة
يعني وقاية تقي الإنسان من النار والعياذ بالله. إذن من بركات هذا الشهر العظيم أن الإنسان يقضي فيه وقتا طويلا في الطاعة، وقد هيأ الله عز وجل له مهيئات، منها أنه يصفد مردة الشياطين، ومنها أن الصوم يضعف حركته فلا يصبح عند الإنسان جنوح. إذن سد الله علينا أعظم باب، وأشد عدو وصفه الله عز وجل بأنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فيسد الله سبحانه وتعالى عنا باب هذا العدو، وأيضا يهيئ لنا عبادة تفتر فيها الهمم مع قلة الغذاء ومع قلة جريان الغذاء في العروق، فإن الإنسان لا يجنح للإثم، لا يجنح للعدوان، وتبقى هذه النفس مستكنة إلى الطاعة. ثم إذا ما نشر مصحفه يقرأ ازداد نورا على نور، وإذا ثلث بعد ذلك بالصدقة فإنه قد جمع الخير من أطرافه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقلت لكم إن الإنسان إذا عطل هذا الصيام بالذكر فقد جاء بأعلى العبادات، وأعلى درجات الذكر قراءة القرآن، الحرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني حين تقرأ قل هو الله أحد، انظر هذه الجملة فقط كم فيها من الحسنات، ثم اضرب هذه الحسنات في عشرة، ثم ضاعفها إلى 700 ضعف، وربك يضاعف لمن يشاء. يعني الذي يقرأ 10 أجزاء في اليوم فإنه يحصد آلاف الحسنات، وإذا ضاعفها الله بلغت إلى مئات الآلاف من الحسنات. ولا يزال العبد في يوم صومه متنقلا بين الصلاة وبين الذكر وبين عبادة أخرى أيضا هي مخ العبادة، وهي العبادة، وهي عبادة الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله فإن الله يحب أن يسأل. عبادة الدعاء ليست خاصة بالمسلم المهموم أو المسلم المحتاج، بل ينبغي أن ندعو الله أغنى ما نكون وأكثر ما نكون عافية، لأن الدعاء عبادة يومية تدل على حاجة الإنسان لربه. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وقال في حديث آخر: سلوا الله فإن الله يحب أن يسأل. وفي رواية أخرى قال: فإن من لا يسأل الله يغضب عليه. ولذلك لما ذكر الله آيات الصيام في سورة البقرة أتبع ذلك بذكر الدعاء، قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. انتهت آية الصيام. ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ما المناسبة بين ذكر الدعاء في خاتمة آيات الصيام؟ المناسبة أن للصائم دعوة لا ترد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. إذن حال الصيام الممتد إلى 15 ساعة، 16، 17، 18 ساعة، هذه الساعات الطويلة يرفع فيها الدعاء وتجاب فيها الدعوات. وشخصيا أعرف أناس يدخلون رمضان ويلحون على الله بدعوة واحدة يكررونها، لا يخرج رمضان إلا وقد قضى الله سبحانه وتعالى حاجتهم وأجاب أدعيتهم، وهذا من الاستثمار الأمثل في رمضان. بل لو لاحظنا أن رمضان يكاد يكون الدعاء ملازم للإنسان، حال الصيام سيتذكر أن للصائم دعوة لا ترد،
لكنه إذا أفطر أيضا أصبح عنده مساحة في الليل لا يرد فيها الدعاء. إذا قام من الليل، وكل إنسان يقوم في رمضان لأنه إما أن يصلي صلاة التراويح مع المسلمين أو يقوم في بيته كالمرأة مثلا، فإنه سيقنت. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء القنوت، أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وهذا دعاء. وإذا قام ليأكل طعام السحور فإن في هذا الوقت تجاب فيه الدعوات، ويقول الله هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، فيمارس عبادة الدعاء. إذا سجد سيتذكر أنه في وقت فاضل وسيدعو، وإذا كان في المسجد أو بين الأذان والإقامة سيتذكر أنه وقت تجاب فيه الدعوات. إذن المسلم في رمضان على موعد مع الدعاء، فتجد المسلمين يلهجون بالدعاء قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يدعونه سرا وجهرا، يدعونه ليلا ونهارا، فيجدون ربا مجيبا يجيب السائلين إذا سألوه جل وعلا. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن عرف الله بالدعاء في الرخاء عرفه الله بالإجابة في الشدة سبحانه وتعالى. إذن سر عدم إجابة أدعيتنا حين نحتاج أننا نهمل الدعاء في حال الرخاء. والدعاء لا يتعامل معاملة الدواء، الدواء هو الذي تتناوله متى ما احتجت إليه، أما الدعاء فإنك تتناوله وأنت محتاج، وتتناوله وأنت في أكمل حالاتك من الغنى والعافية. قال عليه الصلاة والسلام مثلا: سلوا الله العافية. فإنك تسأل الله العافية وأنت معافى، لماذا؟ لأنك ترجو بهذا الدعاء أن يحفظ الله عليك العافية وأن لا يسلبك ذلك. ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. كل هذه الوظائف هي شيء يسير من أعمال الشهر الكريم، ومتى ما عرفنا رمضان حق المعرفة وقدرناه حق قدره فإننا سندخل إلى هذا الشهر بالمزيد من العمل. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يرشدنا إلى أن الإنسان ينبغي أن يملأ جدول رمضان بالأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم التفت ذات يوم من صلاة، وكان يوم عادي وليس من أيام رمضان، لكن ينبغي أن نستفيد من هذا العمل فننزل هذا في رمضان. التفت النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى صلاتي العشي أو الغداء فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخلناه الجنة. إذن هذا درس مستفاد لنا نحن، أنه اليوم الرمضاني لابد أن يكون يوم مفعم بالطاعات. لا يكتفي الإنسان بأن يصوم عن الطعام والشراب ويقضي أكثر الوقت نائما، ثم إذا جاء الغروب تناول طعام الإفطار وذهب يبحث عن مسجد يصلي فيه التراويح. لا، إنما ينبغي أن يحدث فيه الذكر وأن يكثر فيه من صلاة النوافل. اللي ما يصلي الضحى يبدأ يعتاد على هذه الصلاة الجميلة، صلاة الضحى اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حين يشتد الحر ويقترب الوقت من الظهيرة ترمض الفصال، يعني الإبل تبدأ تشعر بالحرارة، هذا وقت صلاة الضحى، سماها صلاة الأوابين. وقال: على كل سلامة من الناس صدقة، كل مفصل من مفاصلك عليه صدقة. طيب، عندك 360 مفصل، صدقاتك كثيرة، يغني عنها ركعتي الضحى، إذا صليت أديت زكاة هذه المفاصل كلها. طيب، إذن صلاة جميلة ينبغي أن نعتاد عليها في رمضان. من كان لا يوتر قبل رمضان ينبغي أن يعتاد على الوتر.
من لم يكن يصلي قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين ينبغي أن يعتاد على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. إذن اليوم الرمضاني ينبغي أن يملأ بالصلاة، بالذكر، بعيادة المرضى، باتباع الجنائز، إماطة الأذى، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، تعين الرجل فتحمله على دابته أو تدله على الطريق صدقة، بذل العلم النافع، العمل الصالح، الكلمة الطيبة، الرسائل الإيجابية، تذكير الناس، الحنو على الأيتام، المسح على رؤوسهم، صلة الرحم، كل هذه الأعمال ينبغي أن يستثمرها الإنسان في رمضان، ولا يترك بابا من أبواب الأجر إلا وهو يحاول أن ينافس فيه. ينبغي أن تكون ساعات نومنا في رمضان قليلة، وساعات يقظتنا وعملنا هو الأكثر. والسر في رمضان أن الإنسان بمقدار ما يزيد من قراءة القرآن بمقدار ما يتسع الوقت. لاحظ، في رمضان لا يضيق الوقت إذا قرأت القرآن، وإنما يتسع، لأن الله يبارك في هذا الوقت. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. طيب، وينبغي أيضا في رمضان أن يتخلص الإنسان من الخصومة، من الشحناء، من التقاطع، فيبحث في علاقته مع أولئك الذين مر عليه سنة وسنتين وثلاثة لم يتصل بهم ولم يسلم عليهم، دخل الشيطان بينه وبينهم، فيكون هو البادئ بالسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وقال: وخيرهما الذي يبدأ أخاه بالسلام. فيبدأ بالسلام، ويبدأ بالتحية والاتصال، ويصل من قطعه من أرحامه وأقاربه وإخوته حتى يرغم أنف الشيطان. قال عليه الصلاة والسلام: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. وقال قبل ذلك: ألا أدلكم على خير من الصلاة والصيام؟ وقالوا: ما ذلك؟ قال: إصلاح ذات البين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن الأعمال الصالحة في رمضان، وكثير من الناس يجعل زكاته في رمضان، من الأعمال الصالحة الصدقة. وذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان، مع أنه في شعبان، في شوال، في رجب، في ذي القعدة، في ذي الحجة يتصدق عليه الصلاة والسلام، لكن يزيد معدل الصدقة، يزيد معدل الصدقة في رمضان. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأجر يتضاعف في رمضان، الأزمان المفضلة عند الله يتضاعف فيها الأجر، يتضاعف فيها الأجر، فيزيد الإنسان من معدل الصدقة، لا سيما في العشر الأواخر من رمضان، لأن هذه العشر خصها الله عز وجل بأن جعل فيها ليلة هي خير من 1000 شهر. من وفق لهذه الليلة وفق للخير كله، عبادة هذه الليلة تعدل عبادة 1000 شهر، عبادة حوالي 83 سنة. ولو اتفق لمسلم خلال 50-60 سنة أن يوافق ليلة القدر مثلاً 10 مرات، فسيكون كمن عبد الله كم سنة؟ حوالي 830 سنة بالإضافة إلى عمره. فضل الله سبحانه وتعالى كبير. وفضول وفيوض وفتوحات رمضان لا تقف عند هذا الحد، بل لله سبحانه وتعالى في كل ليلة من رمضان عتقاء، يعتق الله عز وجل في كل ليلة من النار رقابا جل جلاله. يعني إنسان أمضى في الإسلام 30-40 سنة، ثم في ليلة واحدة يطلع الله بكرمه وجوده وفضله فيقول: أعتقت عبدي فلانا
ابن فلان، أو أعتقت أمتي فلانة بنت فلان، فيعود هذا الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ومن أعتقه الله من النار فلن يمس النار ولن يرى النار أبدا، وسيكون ممن حجز مقعده في الجنة. إذن نحن بين يدي موسم عظيم وبين يدي فرصة كبيرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمارنا حتى نصل إلى هذه الفرصة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن بلغ رمضان أكمل البلوغ. أناس كثيرون جدا يبلغون رمضان لكن يمضي عليهم رمضان بين صنوف الطعام وألوان الشراب وبين السهر وبين القيل والقال، هؤلاء لا يأخذون من رمضان إلا إسقاط الواجب فقط، ويفوتهم إحراز الفضل. في هذا الشهر يتنافس المتنافسون، في هذا الشهر يعني يرتقي المرتقون في درجات الجنة. بعض الناس يكون متأخر فيأتي في هذا الشهر ويستثمر مع الله سبحانه وتعالى فيرتفع في درجات الجنات مقاما عليا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. الحقيقة أحببت أن أذكر نفسي وإياكم حتى نستعد الاستعداد الأليق بهذا الشهر الذي يستحق منا الكثير من العمل. بعض سلف الأمة كان يتخلص من مشاغله من أعماله حتى إذا جاء رمضان تفرغ للعبادة. عندنا فهم خاطئ اليوم، بعض الناس يتفرغ من الأعمال ويأخذ إجازة لمزيد من الطعام والشراب والنوم. المسألة ليست كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 10 أيام من رمضان كان يسهر ليله ومع نهاره. تقول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم. كان يصل الليل بالنهار في العبادة والطاعة. ينبغي أن تكون أعمالنا كذلك. أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم رمضان ونحن نرفل في ثوب العفو والعافية، وأن يرفع عنا هذا البلاء والوباء وعضال الداء. اللهم إنا نسألك وأنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام أن تشفي مرضانا وأن تعافي مبتلانا وأن تردنا إليك ردا جميلا، أن تغفر لنا الزلات وأن تمحو عنا السيئات وأن تقيل عنا العثرات وأن تتحمل عنا التبعات وأن تصلحنا في أنفسنا وأزواجنا وذرياتنا وأن تعيذنا من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين. إن كان هناك سؤال في هذه العجالة فتفضلوا. آمين وإياكم. الأخ أبو أحمد رافع يده. تفضل أخ أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ توفيق جزاك الله خير، نحن نحبك إن شاء الله لله وفي الله، وجزاك الله خير بذكرنا بأستاذ محمود عمك في مسجد أبو بكر الصديق، الغرفة 3x3 30 نفر، 25 نفر كنا نجلس فيها، وذكرتنا بكل أهلك. بارك الله فيك، إن شاء الله ربنا يحفظك أينما كنت، وإن شاء الله ربنا كمان يرحم سعيد أبوك. نحن كنا جيران في جدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك يا أبو أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت ما لم تقول هل الماء كافي؟ نعم كافي. الأفضل أن يتسحر الإنسان على تمرات. طيب، فإن لم يجد فيحسو حسوات من ماء. لكن إذا كان يعني مكتفي وإن أراد فقط أن يصيب بركة السحور فيكفي أقل شيء حتى لو الماء.
هل يجوز لي أن أصلي بمفردي إذا كنت أريد أن أراجع ما أحفظه؟ هل يجوز أن أصلي بمفردي؟ هذه سميرة، إذن هي أنثى. نعم، إذا صلاة المرأة في بيتها أفضل، صلاة المرأة في بيتها أفضل. تقول بدل أن أصلي وراء زوجي يجوز أن تصلي بمفردك، لكن إذا كان زوجك لا يتشجع إلا بصلاتك خلفه فصلاتك معه أفضل من صلاتك بمفرده بمفردك. آمين وجزاكم خيرا يا رب. طيب، نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وبلغنا وإياكم مبالغ الخير، وحفظ الله موجتكم وسلمكم من كل شر. الشدة أودت بالمهج، يا رب فعجل بالفرج. الشدة أودت بالمهج، يا رب فعجل بالفرج. والأنفس أمست في حرجي، وبيدكم تفريج الحرج. هاجت لدعاك خواطرنا والويل.